أنا اسمي عمر فاروق، أنا متطوع في يوم لدبي. طبعاً لازم نخدم بلادنا، إحنا تطوعنا عشان نحط يدنا في يد بلادنا، لازم نوقف وقفة واحدة وأطلب من الشباب يتطوعون ويوقفون مع بلادهم، هاي بلادنا في النهاية تستاهل وقفتنا لهم. أنا اليوم التقيت طبعاً مع شباب متطوعين وشفت فيهم الحماس، وأتمنى أني أشوف في مبادرات أكثر من الشباب اللي ما تطوعوا للحين، وإنهم يبادرون في خدمة وطنهم.